يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وسحر جديد وأنوار جديدة من ليالي رمضان التي وصلت إلى نهايتها. لم يبقى إلا يومين أو ثلاث، وسنودع هذا رمضان الذي كان خيرا وعطاء وهدوءا وهنيئا ورزقا. ولذلك هنيئا لمن تعبد في هذا الرمضان وأرضى الله سبحانه وتعالى في هذا الرمضان، ونقول حظك ضعيفا يا من قصرت ولم تستفد من هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تأتي إليك في العام القادم. فما أدراك ماذا سيحصل في هذا العام، ولذلك فقدت فرصة عظيمة قد تكون الفرصة الأخيرة لك في توبة، في عطاء، في رزق، في رحمة. وكادت يعني من الممكن أن تكون هي الفرصة التي قد تنقذك من النار عندما تعاهد الله عندما تعاهد الله على شيء عظيم وتعكف على هذا الوعد ولا تخالف ربك فيما بقى لك من الأيام التي تأتي بعد رمضان، يوم، يومين، ثلاثة، عشرة، سنة، وتحصل بها على رضاء الله سبحانه وتعالى، وبتكون قد يعني حققت ما يرغب إليه المرء في كل حياته. الإنسان يعيش لشيئين: هناء في الدنيا وفوز في الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن الكثير من الناس ركزوا على النصيب في الدنيا وتنازلوا عن نصيبهم في الآخرة، فأعطاهم الله. تريدون الدنيا خذوها خلاص، ولكن لكم يوم آخر ودنيا أخرى. هذه يوم أو بعض يوم، وبالتالي ستحس أنك خسرت كل شيء مقابل هذه الدنيا الأخرى، الدنيا الآخرة بهنائها أو بتعاستها. فكل لحظة من تعاسات الآخرة تعادل هناءات الأرض كلها. ولذلك من قاتل من أجل الدنيا نالها، ولكنه خسر كل شيء. ومن قاتل من أجل الدنيا والآخرة فقد فاز فوزا عظيما. ومن قاتل من أجل الآخرة وتنازل عن حقه ومتعته في الدنيا، لا أقول التنازل المطلق، ولكن ما بطن منها يعني من المتع وغيرها، فإنه قد فاز فوزا عظيما. ولهذا نقول طوبى من لأولئك الذين استغلوا هذا الشهر. واحدة من الأشياء التي يمن الله على المؤمنين هو أن يستغلوا شهر رمضان لكي يغفر لهم الله سبحانه وتعالى ويبارك لهم في عمرهم وفي حياتهم وفي رزقهم وفي عوائلهم. أما أولئك الذين كانوا بعيدين ولم يحصلوا على هذا الرزق وهذا العطاء وهذه البركة، فكانوا كالأنعام أو أضل من أكثر ضلالة من ذلك. لهذا نحن نودع رمضان، وعشنا يعني 28 باقي يومين، يعني في هذا الرمضان وعدنا ربنا كثيرا، عاهدنا الله كثيرا، عكفنا عن موبقات كثيرة، وسينتهي رمضان بعد يومين، تنتهي، يجي العيد، تجي الحياة، تجي الحياة. هل سيعودون إليه إلى ما كانوا عليه؟ وبالتالي كأن لم يصم ولم يصلي، أم البعض قدر يعني اقتنع وأخذ العبرة وتمسك بما أعطاه الله من بركة ومغفرة في هذا الشهر، وبالتالي قال: أعاهد الله سأقلع.
انا اعرف ان 90% من المؤمنين 90% من المؤمنين توقفوا عن كثير من الاخطاء والموبقات، ولكن من ضمن هؤلاء التسعين، انا قلت 90 يعني 10% استمروا، اللي استمر في غيه وغيره وغيره. اقول من هؤلاء 90% من الذين يعني كانوا يمارسون الموبقات، لا اقصد بالمؤمنين يعني، من هؤلاء 90% اعتقد يعني حسب معرفتي بالناس 80% من هؤلاء 90% سيعودون إلى سابق عهدهم. كان لدي صديق، أي والله أترحم عليه الآن، هذا الصديق رجل طيب ومهندس ناجح وإنسان في غاية الطيبة والرقة والحلاوة في الحديث وجلسته وطيبته، يعني كنا عندما تضيق بنا بعض الأحيان نروح ونجلس سوية نستمتع بحديثه، نستمتع في غنائه، بطربه، بأشياء كثيرة، بطرفته، ولكنه للأسف كان لا يصلي وكان مدمنا على الخمر والعياذ بالله. هذا الوحيد من أصدقائي الذي كان مدمن على الخمر، كنت أحبه للجانب الإنساني الذي فيه. أتذكر حتى في رمضان كان يشرب، أي والله، في مرة كانت الدنيا باردة جدا فقال لي فلنجلس في البيت يعني أحكي وياكم أحكي لك همي، فكانت ليلة قدر وإذا به يظهر دولكة يعني سراحية هيجي بيضاء عفوا، الجو مغبر وهنالك عمل لبناء عمارة إلى جانبنا هنا، وبالتالي يدخل التراب إلينا وأنا لدي حساسية يعني منها، وذلك وعطس عفوا آسف، يعني الإنسان عبارة عن كائن ضعيف أمام هذا التراب، شنو يعني البقة. ذلك أبو الحسن يقول عجبا لابن آدم يعني يتطاول وهو بقة عفوا بقة تؤلمه و يعني بقة تؤلمه وعرقة تنتنه، يعني هذا الإنسان يشوف نفسه. طبعا أنا دا أسمع الآن صوت الآليات والتراب يدخل وأنا لدي حساسية يعني فأسف، يعني هكذا بشر، نحن بشر ضعاف. فشاهدت جايب سراحية، هذا شنو قال لبن، وإذا بي أشوف لا العياذ بالله خمر. قلت له يعني لا تخجل من نفسك وأنت جد، يعني أنا أحبك بس ليلة القدر جايبني وقاعد تشرب قدامي، لا بارك الله فيك يعني. وعنفته تعنيفا عظيما وسمعته كلمات، قلت له يا أخي ستموت في يوم ما وستندم على هذه الأشياء، كل هذه الأشياء ستمر عليك. أي والله. وكانوا لي أصدقاء أيضا سمعوا بالحادث، لأنه كان يعني جدا متألم من الكلام اللي سمعته هي، قرعته تقريعا لم يقرع في حياته، وكنت محقا في هذا التقريع ولم أكن نادما. أي والله لم أكن نادما على تقريعي، وخرجت بدون أن أقول له مع السلامة يعني من بيته، ورحت وتسحرت الحاصل. ولكنني أحبه، إنسان طيب رقيق نازك لطيف مؤدب، رجل فيه صفات كثيرة يعني، ومهندس ناجح يعني، ولكن للأسف في هذا الشيء. هذا الرجل بعد هذه الحادثة بخمسة سنوات مات بسبب كثرة الخمر في المعدة، صارت عنده سرطان في المعدة للأسف يعني. رحمة الله عليه، ومات بسببها.
إيه. وهو في لحظاته الأخيرة شاهدته رجلا لا يتكلم، يعني لم أتمالك دموعي، لأن يعني هذا الرجل كان طويل طويل جدا وأنيق وممتلئ، وإذا به يصبح عودة عبارة عن جمجمة وهيك العظيم. لم أقل له على شيء عن ذاك الحادثة، لأن أنا بعد هذا الحادثة لم ألتقي به، يعني لأن قرأته بشكل عنيف جدا يعني. ولكن في أيام اللي قال هو يموت يعني، فكان لازم أروح له يعني. فكشفت أمامي عبارة عن هيكل عظمي وجلد، قلت إيه. كان إلى جانبي بعض الأصدقاء، قلت لهم كم نصحته، ها هو الآن سيذهب لملاقاة ربه. أنا متألم أن هذا الإنسان المسكين سيواجه الهول في قبره وفي آخرته. لا 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 أتمنى له، لأنني أحبه، كنت أتمنى أن يحوز على رضا من الله، على الأقل يبتعد عن النار، لا أقول يحصل على الجنة، لأن لا ينال الجنة إلا ذو حظ عظيم. نحن يا دوب الله يكرمنا بالمطهر الحمد لله. المهم اللي واحد يبتعد عن النار، هاي قمة الطموح يعني. وما أدراك لا يزكي الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسكين ذهب. تذكرت كلماتي القاسية التي قلتها له، يا أخي ما أدراك قد تموك غدا أو بعد غد، وانت بليت القدر تشرب لي يومية رمضان وتتوقف. و حكيت مع أصدقائي الآخرين، قلت لهم انظروا، يعني أصدقائه يعني، وهم أيضا عرفهم أنا، قلت لهم انظروا إلى هذا الإنسان، لم يمهله المرض سنوات بسيطة، رأسا سرطان بالمعدة راح رأسا خلاص، يعني بعد شهر شهرين خلاص مات، يعني بعد التشخيص كان يتصور عند كورونا، أيام كورونا يعني. كان صعد كورونا وشو بعد، قال لا بت لا كورونا ولا شيء، أنت رجل بيك كانسر بالمعدة ومنتشر بكل المعدة، خلاص ماكو يعني، شنو نقص المعدة منه، شنو نحط لك صوندة، أنت ميت، روح منا خلاص، روح يا بش أبد روح. والمسكين ترك مالا كثيرا، يعني أنا لا أتذكر عن عائلته، لأنه حتى لم يقيموا له مسجد عزاء يعني، حتى لم يترك أثرا، حتى لم يترك أحد يدعي له. وماله ذهب إلى النسائب كما يقول أحد الأخوة، شربة وخمرة وهذا وشنو وحرصة، بعدين مات طريقة جدا غير محترمة يعني. وراح إنسان طيب، إنسان تتمنى له الخير، نقي بريء، ما عنده عدوانية، ما أدرى قد يكون ربك يشفع يعني، لا أدري يعني، قد يكون طيبة قلبه، قد يكون نقاء، لم يعتدي على أحد، لم يسيء إلى أحد، يعني لم أرى منه، لم يسرق من أحد، لم ينافق على أحد، لم يرتشي، لم 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 أشياء كثيرة، كل هذه الأشياء هو بعيد عنها، لكن كان مواظبا على الخير. راح يواجه رب، وراح مو كبير بالسن يعني، ذهب 63 ذهب يعني، ليس كبير، وكان في قمة صحته ذهب هذا المسكين. ولذلك هذا قلت للبعض من أصدقائي، أيضا واحد منهم لم يزل خمارا والعياذ بالله، قلت له انظر، هذا أصبى منك وأقوى منك، انظر أنت أكثر كهولة منه، وانظر. قال لا شو مسوي يعني، قابل هي بس، هاي الله يرضي سامحها، أنا رجل مؤمن وهذا بس. قلت له أوكي، ما دام أنت طيب وحب وخش وإنسان، وعمرك لا سرقت ولا بدرش ولا 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 ولا, ولا زنيت ولا هذا، إيه كملها، هاي عوفة هاي الشغلة، عم شو مسوي يعني، هي هاي ونست الوحيدة يا أخي، ما دام أنت كل هاي الأشياء مسويها
وعندك عوفها يعني هاي الشغلة بها تلاها هاي مصر. قال لي لا مذاكمات ما يأكل لحم ويا الشرب. تلاقي هسه أنت تشرب لحم تأكل لحم ويا الشرب قال هم تموت مش مدري قادر تموت بغير شيء يعني مش مدري كضابطها لا مذاكرة ما كان يفتهم كان ما يشرب يأكل لحم ويا الشرب خلاص ضمنت العمر المديد أنت راح تأكل لحم ويا الشرب. هذا تفكير يعني للأسف يعني أنا طبعا حكيت في موضوع جدا سخيف ونقل الكفر ليس بكافر يعني موضوع أنا أعتقد ما محترم يعني أنا حكيت موضوع ما محترم حكيت قصة غير محترمة يعني وأنا ما عندي أصدقاء بس أنا المعارف بعض الأحيان أسميه صديق يعني أنا الإنسان حتى لو كان سلم علي ومن شنو عندما يصاب بشيء أو يتمرض أروح عايدة يعني أو إذا صارت عندهم عزاء أروح يعني أقدم العزاء يعني أقوم بواجبي هذا الاجتماع الحياتي يعني فأسميهم أصدقائي يعني ولكن هذا الشخص اللي راح كان صديق يعني وبالتالي هذا درس أمام عيوننا ودرس أيضا أمام ناس الآن قاعدين أمامنا. أنا متأكد ما أعتقد اللي يشوفونا الآن من هؤلاء الناس كثير يمكن كم واحد ولكن غالبية الناس مؤمنين وطيبين وأعرف يعني اللي يباوعنا هسه اللي يستمر يتباوعنا مو من دولة جماعة يعني ولكن أقول لو واحد من المية اللي يشوفونا ما أدري إيش قد يشوفونا المية ألف عشرة آلاف ما أعرف يعني باليوتيوب إيش قد راح يشوفونا ما أدري يعني لكن أقصد حتى لو كان واحد واقتنع فهذا نصر عظيم نحققه. خلاص علينا أن نرعوي ونفكر. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن نكمل الحديث في هذه الأيام الفاضلات من شهر رمضان حيث لم تبقى سوى سويعات على هذا الشهر الفضيل. ما أدراك قد يكون 29 وقد يكون 30 من الأيام وبالتالي قد تكون بقت 48 ساعة فقط لهذا الشهر العظيم الفضيل الذي مر علينا ويمر علينا في كل سنة وننتظره حتى نأخذ منه كل شيء يمر فيه خير وفيه تعب وفيه شر إلا رمضان. المطر فيه خير كثير ولكن أيضا فيه شر بعض الأحيان بعض الناس يغرقون يموتون يعني إيش في جانب سلبي أيضا. الريح فيها خير بعض الأحيان تنقل الرياح تعمل أشياء ولكن أيضا فيها شر تسقط البيوت وغيرها أشياء كثيرة. كل شيء في الحر فيه خير أيضا يقتل بعض الميكروبات يقتل بعض الأشياء ويعملوا أشياء معينة في الطبيعة ولكن أيضا فيه شر كثير. البرد أيضا نفس الشيء. كل شيء يمر علينا في السنة فيه خير وفيه شر ولكن قد تقل هنا ويزداد هنا وهكذا إلا رمضان فكله خير كله عطاء. والأعظم ما في رمضان أننا لا نعرف باطن الخير الذي فيه أننا دائما نفكر بظاهر الخير الذي فيه فإن باطن الخير هو أضعاف مضاعفة من ظاهره. الحصيف منا الذكي منا المؤمن المطلق منا الذي حباه الله بعقل نير منا هو الذي يأخذ من رمضان هذا أكثر شيء ممكن أن يأخذ. كيف يؤخذ؟ بالعطاء. العبادة هي طريقة مثلى لأخذ أشياء كثيرة في رمضان. العطاء الكرم رعاية الناس السعي في الخير أن تتوقف عن موبقة معينة كل هذه الأشياء زيارات الرحم خصوصا الأم والأب والأخوة الذهاب إلى الأيتام وحاولة مداراتهم وغيرها التخفيف عنهم. فمن من أولئك الذين قام بكل هذه الأفعال؟ البعض قام بجزء منها تعبت البعض لا يعني
تعبد بسيطا وتصدق بشكل بسيط. البعض لا، تعبد بشكل كبير وقرر أن يمتنع عن شيء سيء يضر الناس، وأيضا قام بخير كبير. أخذ كثير. ولهذا فهذا رمضان هو بحر اللجي، لا يأخذ الناس كلهم منه ما يشاء، حتى وإن كانوا نفس العبادة يقومون بها، عبادة عن عبادة تختلف، وعطاء عن عطاء يختلف. لذلك نقول بأن هنيئا من لأولئك الذين سعوا سعيا عظيما. أيضا في رمضان إعطاء الموعظة. طبعا أنا ضد الموعظة، هذا قاعد رجل الدين وقاعد متربع والناس تبع عليه أي شيء ويأخذ لربع ساعة وهذا وماكل زين ووراها راح يطوف مبلغ زين وقاعد في شيء ويسوي في لحيته ويذب له كل ثلاث دقائق كلمتين وفتحتي هذا الصوم عظيم هذا وذبها منه وحطها منه يلا طول فلوس رايح. هذه موعظة يعني؟ وهذا الله يبارك فيه يعني؟ لا لا، الموعظة الحقيقية. لذلك شوفوا أبو الحسن عليه السلام، أنا في واحدة من الكتب أخذت له مقولة، انظروا هذه المقولة لأبي الحسن عليه السلام في كتابنا عن أبي الحسن، عن واحدة من كتبنا لأبي الحسن. أيها الناس استصحبوا من شعلة مصباح واعظ متعث، وامتاحوا من صفو عين قد روقت من الكدر. شوف ايش قد بلاغة وايش قد عظيمة وايش قد هذا. أيها الناس، قال أيها الناس، لم يقل أيها المؤمنون أو أيها الناس، قال أيها الناس. ثم فيها قضية أخرى، إنه إطلاق أيها الناس على مدى التاريخ، ذلك لم يحدد زمانا أو بقعة جغرافية أو طبيعة أو ملة أو دين. أيها الناس استصحبوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، واعظ متعظ، واعظ متعظ. استصحب إمام البلاغة أبو الحسن، قال استصحبوا من شعلة واعظ متعظ. أولا قال أيها الناس، وقلنا هذه عامة لكل الناس وعلى كل زمان وكل مكان، هذا استصحبوا من الصحبة، يعني هنا اجعلوا الموعظة ليست عبرة كلمة تسمعونها وخلاص أو تمر عليها وخلاص، لا استصحبوها، أي اجعلوا العبرة صاحبة لكم. استصحب، والاستصحاب هو الرفقة الدائمية المستمرة ليس المنقطعة. فعندما نقول ذلك صاحب لنا، أي لصيق بنا، رفيق لنا. ولهذا قال استصحب من مصباح واعظ متعظ، واعظ، واعظ يعظ متعظ، يعني هذا الواعظ جاء موعظته من عظة تجربة عاشها واتعظ بها. شوف الموعظة بعض الأحيان تأتي بشكل مباشر من تجربتك أنت، صادق موعظة بأنه هذا الطريق يسوي لك مشكلة، هذا الإنسان يعمل هذا، هذا الشرب يسوي لك قضية، هذا النمط من البشر يأذيك، هذا الطريق، يعني أي شيء، هذه من خلال موعظة، يعني من خلال تجربة شخصية تعظت بها. أكو لا، أنت تقرأ كتاب وسمعت واحد يقول كلمة كذا تقريتها، يعني مو من بنات تجربتك، لا من بنات تجربة أخرى. فلذلك التجربة المأخوذة من واعظ متعظ، يعني من واعظ يقولها وهو سائر عليها، وناتجة عن تجربة شخصية تختلف عن إنسان ليس بسائر عليها ولم تأتي بتجربة شخصية. يعني واحد قارئ كتب وذلك قعد، نعم قال الرسول، قال من شنو هذا، يقراهن تختلف، وهو أيضا من مارسها. يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها عن عمد مسائي.
هذا البشر أنت تتعظ به غير مقنع، وذلك يجب أن تأخذها من إنسان واعظ متعظ. هذه الموعظة جاءت من تجربة، وأيضا هذه التجربة طبقها على نفسه، وبالتالي عندما يتكلم عن الخير هو إنسان خير، عندما يتكلم عن الكرم هو إنسان كريم، عندما يتكلم عن تقوى هو إنسان تقي، عندما يتكلم عن أي شيء هو يمارسه وليس مجرد كلمات، مجرد كلمات يرددها. هذا تستصحب الموعظة منه، هذا تخلي علاقتك ويا الموعظة علاقة صحبة تستمع إليه دائما، تركن إليه دائما، لأن موعظته هذه جاءت عن تجربة وقد طبقها على نفسه، وبالتالي فإن هذه التجربة تكون موضوعية كما نسميها بهذا، وبالتالي من السهل الاقتداء بها، وأيضا الاقتداء بها يكون بطريقة إنسانية موضوعية، وبالتالي تدخل إلى قلبك وتقدر تمارسها أنت، مو مجرد كلمات تقولها. أيضا انظروا إلى أبي الحسن في الشطر الثاني ماذا يقول: وامتاحوا من صفو عين قد روقت من الكدر، وامتاحوا من صفو عين قد روقت من الكدر، روقت من الكدر. الكدر هو التعب والألم، روقت أي روقت وأيضا دمعت يعني من التعب. هذا الإنسان الذي عاش التجربة بكل ألمها يخرج بموعظة تختلف عن ذلك الذي لم يعش المعاناة. يعني واحد يحكي لك مثلا عن مرض، واحد قارئ عن المرض مثلا السكر، وواحد لا صار به مرض سكر وعاش به ودمره، أيهما يكون أقرب للحقيقة، هذا اللي قارئ عن مرض السكر أم هذا الذي عاش مرض السكر وتألم به وعيونه ياما دمعت وعيونه تجمدت و و و وغيرها، وهذا نعم السكر يسوي كذا ويسوي كذا ويسوي كذا ويحكيها. هو قد يكون طبيب، قد يكون هذا، بس من يحكيها بطريقة بدون هذه المشاعر المطلقة التي يعني يحسها، لكن ذلك كل كلمة تظهر هذا بها 50 ألم، 50 يوم عاشها، 60 دمعة طلعت وياها، وبالتالي الكلمة اللي تطلع من الفم هاي طلع من القلب والروح ومن النفس ومن العقل، كل هذه الجوارح تطلع تكون مثل الدمعة مثل العرق. العرق هاي مسامات صغيرة جدا، شيء بسيط من التعرق، بعدين تتقارب تسوي يعني قطعة أكبر أو دمعة أو شيء أكثر من العرق وينزل العرق. هو العرق ما يطلع من المسام الوحدة هيش، لكن تتجمع شوية 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 تتجمع وتكون هذا مثل الدمعة. أيضا الدمعة أيضا انزيمات بسيطة ناعمة كلش، بعدين تتجمع وتنزل من العين تزرع بشكل دموع. يعني هذا أيضا اللي عنده صاحب هاي التجربة عايشها بروحه بألمه بأرقه بمعاناته بغيره، فالكلمة تطلع كلمة لها معنى، والكلمة تطلع كلمة ناتجة عن أشياء كثيرة. من يجي يحكي لك على التيبس اللي صار عنده يختلف عن واحد قارئ، من يجي يحكي لك على قضية تخص جوانب معينة هو عايشها. لذلك أبو الحسن يقول: من تريدون تأخذون الموعظة خذوها أولا من واعظ المتعب ومن إنسان عانى بها. ولهذا التجربة تطلع من هؤلاء الناس تكون تجربة وموعظة عظيمة ودقيقة وموضوعية، وتصل إليك بطريقة واضحة تستطيع أن تتأثر بها. أما يجيك واحد نعم الإيمان ضروري ويجب أنه هذا وما أدري إيش هو مطبق، أنا أعرف رجال جديد يعني هذا يجي قاعد ويجي يحكي وهو لم يطبق هذه الأشياء، هو عنده أهم شيء إيش قد يأخذ. نعم أكو بعض ده يحسب حساب هذا، بعض الأحيان يقول له اليوم أنت ما سويت شيء قوي، قال لهم والله على قد فلوسكم. تصور شوف على قد فلوسكم، الموعظة اللي ينطيها والبتش اللي ينطيها والله على قد فلوسكم، لو منطيني أكثر كان شفت إيش سويت. يعني هذا بروفيشن، هذا رجل، هذا رجل يعني فنان، هذا ممثل، هذا منافق.
هذا ما له شغله بالحقيقه ولا هذا ولا شنو هذا ايش. وحتى طبعا هو تمر على الناس البسطاء بس على المثقفين هذا ما تمر يعني. ويكتشف يوم يومين ثلاثه اربعه يكتشف بعدين يعني. يبقى البسطاء والسدج متعلقين به ولكن جيل ينتهي سرعان ما يروحون يعني. اما الزبد فيذهب جفاء. ولذلك بينما الناس اللي كانت عن تجربه، شوف مثلا اضرب لكم مثل، هنالك شخصيه لدينا في العراق، كنا نحن شباب صبيان بالسبعينات، كنا قد سمعنا بشخص اسمه احمد الوائلي. احكي ما عن تجربه يعني، كنا شباب شباب يعني مرافق خنافس ومدري شنو تشارلس وهذا ومودرن يعني مثل هذا، طلاب متوسطه بدايه السبعينات يعني. فقالوا اكو واحد اسمه احمد الوائلي يلقي محاضرات رائعه، كان يلقيها في مسجد في الكاظميه ومسجد الخلاني يعني بالضريح الخلاني. ثقوا في بدايه السبعينات ايام حكم البعثيين، كانت هاي ساحه الخلاني شوفوا هاي اليوم بيلقي بالمحاضره تغلق، تغلق بالالاف وكلهم شباب، كلهم شباب. من كان يسويها ايضا بحسينيه الزهراء ايضا قرب الشوصة ايضا، اتذكر اتصور انا بديت انس يعني الحسينيه من الشوصة يعني. ايضا انا اتذكر الطريق يغلق ماكو سيارات خلاص توقف السيارات يعني. طبعا هذه ارعبت البعثيين بشكل غير طبيعي يعني حقيقه، شنو احنا مسوين ثوره وجايبين وهذا وانقلاب وحزب البعث وهذا وجايين وما ادري شنو ضد الرجعيه وهذا يسوي لي محاضره ياخذ شنو تعال شقد دزوا علي تعال بابا انت ايش تسوي؟ طبعا بعدين دزوا علي وقالوا له تحترم نفسك تحترم نفسك تسكت تسكت ماكو اطلع يلا طلع الرجال يعني بالسبعينات. القصد هذا الرجل عاش تجربه عظيمه، عاشها كطالب علم، عاشها في اكثر من بيئه، عاش كمناضل يدافع عن نهج أهل البيت، وعاش بطريقة الوصول إلى المعلومة بطريقة علمية وبطريقة الدراسة والبحث يعني، مو جاي يسمعها ومدري شنو حافظ منها ومنها وقاعد مترف ويجي، لا لا كلها معاناة وإنسان فقير يعني ما عنده هذا، يا دوب طعامه بسيط وإنسان عائلة ليست برجوازية وغيرها يعني. واستطاع أن يكون تجربة عظيمة جدا. هاي التجربة عندما حولها إلى محاضرات، هاي المحاضرات هاي المعلومات ما إجت من بلاش. طبعا احنا كنا من كنا أطفال احنا أبناء مدرسة الوائل كلنا يعني، احنا اللي ذاك الجيل أغلبيتهم أصبحوا الآن بروفيسورية وهذا، ندين بالوائل، الوائل اللي أعطانا هاي الزخمة من البحث. ولذلك كنا صبيان تعلمنا منطق البحث العلمي من الوائل، وأثر فينا كثيرا عندما كنا صبيان، كنا صبيان يعني راهقين يعني، حالنا حال هذا نسمع موسيقى وشنو شباب عادي، السبعينات كان زمن الانطلاقة والشباب واللون وغيرها من الأشياء يعني، والمرح وغيرها. بس كنا لدينا جانب هو نصلي، وعندنا جانب آخر أنه عندنا احترام نريد نستزيد من أهل البيت يعني. وهذا طبعا تأثير البيوت يعني، تأثير الأهل وغيرها. ولذلك التجربة اللي طلع بها الوائلي شقد حوصرت شقد أخنقت، وراح للكويت وراح لأماكن أخرى وراح وراح وهذا، وبعدين كمل الدكتوراه الرجل وغيرها وغيرها. بس بقى أسلوبه، بقى تجربته، بقى مدرسته يعني. اكو قصد لهذا هذا المثل. كثير من الناس الان اجوي يقلدون الوائلي. اكو واحد كان يقلد حتى بالصوت، ها مولانا هيك بالصوت يحكي هو هذا. الرجل لا عنده معلومه ولا عنده شيء، ولا هو يمكن كان شرطي همات سابقا. وهذا ونفس كان اسلوب الوائلي، نفس النبره ونفس ها ها ويسوها هيك نفسه مثله.
بس مزعج. مشت على كم واحد من السذج وبعدين من مات راحوش من يتذكره؟ لان اساسا هو هاي المعلومات جاي حافظها ومو سيء الرجل، عفوا يعني الله يرحمه. يعني اكو واحد الان همده يطلع، همده يطلع الاب ما اريد اسميه يعني، همها وقالوا لي المسؤولين تعالوا، بس انا قلت له ما اجي، ما عنده لا تجربه ولا شيء ولا هذا، كان نائب ضابط ما ادري شنو هذا. هم اجوا المسؤولين قالت ليش ما تجي؟ وذاك اليوم المسؤول اجى 50 سياره، قلت له انت ليش 50 سياره وهذا؟ وقاعدين الناس البسطاء يحكي لي بس المسؤولين جوي وراحت والتبليط والما ادري ايش والهذا. واذا حكى لنا معلومه تاريخيه معروفه جدا، معروفه جدا يعني، ابو الحسن عندما واجه عمرو بن هند العامر واجهها بشجاعه، شو المعلومه بسيطه يعني، ما معروفه مع اي طفل يعرفها يعني. وتلاحظ له فد شن ورن. قلت لهم هذا بابا بس يتوقف برنامجه ينتهي، ما عنده شنو تجربته، شنو محاضراته هذا يعني. جهه تقارن لي بالوائلي التجربه العلميه التي جاءت، ذول يروحون الاب والما ادري ايش وذاك، هذول فقاعات تحاول ان تقلد تجربه الوائلي، لكن الوائلي المعلومه تطلع من عنده تدخل القلب ناتجه عن معاناه وعن دراسه وعن وعي. اكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث عن فكر أبي الحسن عليه السلام، هذا البحر العظيم الذي لم ننهل منه شيئا، نحن مقصرون كثيرا في حب أبي الحسن، نحن الذين ندعي حب أبي الحسن، والله حب أبي الحسن هو عماد الدين. لماذا؟ لأن حب أبي الحسن يجعلك تتعلق بأفكار أبي الحسن، وأفكار أبي الحسن هي أساس الدين، هاي ما بها طائفة يا إخوان، أفكار أبي الحسن هي الدين، لأنه فكر أبي الحسن هو مأخوذ من فكر النبي محمد، لم يقله الإمام علي ولم ينهى عنه ولم يشرعه إلا ذلك الذي يضع القواعد الحقيقية للإسلام، هاي ما بها طائفة يا اخوان. يعني نحن ندعي ابو الحسن ونحلف يا علي وما ادري شنو. زين اخي انت ايش تعرف عن علي بن ابي طالب؟ اعطيني الموعظه. نعم هذا فقط كلمتين ثلاثه، قال علي بن ابي طالب اتقي شر من احسنت عليه وما ادري شنو هذا، خلاص. زين ادري تجربته شنو هذا. اتمنى من الكثير من الذين يدعون حبهم لعلي بن ابي طالب أن يقدموا للناس شيئا مما يعرفوه عن علي بن أبي طالب، وأتمنى للفضائيات التي تدعي أنها تسير على نهج علي بن أبي طالب من الصبح لليل تحجب علي بن أبي طالب، وش قدمت علي بن أبي طالب؟ فقط هاي الكلمتين ثلاثة خلاص. بل ألا أرى ما يتكلمون عن أعداء علي من سوء هي أضعاف ما يتكلمون عن إيجابيات علي. بدل أن نتكلم عن سوء هؤلاء فعلينا نتكلم عن إيجابية علي، وبالتالي فإن هؤلاء سيظهرون على سوءه، لأن أنت راح تشوف هذا العظمة كلها من فلان، من معاوية، من مروان، من فلان، من فلان، عندما تعطي حيزا كبيرا جدا لما تعرفه عن فكر أبي الحسن. هذا هو الرد الصحيح والعلمي الذي ليس فيه طائفية، وليس فيه، هذا هو المطلوب. بدل ما تحكي فلان وفلان 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 عدو وفلان عدو وبالتالي تتخلق لك اعداء، لا عمي خلاص احنا منا ان شاء الله، روح انت مبروك لك فلان، مبروك خلاص روح انت وياه، الله يحشرك ان شاء الله وياهم بيوم القيامه. احكي عن علي انت. هو ما عنده عداء لعلي، راح ينجرف رويدا وبعدين شوف يقام بعدين شنو، وين هذا وين ذاك، يعني من فلان ومن فلتان. إذا أنت ما مقدم لذاك اللي عنده يعني ولاء لمعاوية وغيرها، أنت ما مقدم للبديل الذي يقتنع به أنه معاوية على خطأ، إيش منطي؟ هو اللي عرفه أنه يعني كان صراع بين علي ومعاوية، هذا اللي عرفه. هو عنده أيضا الفضائيات مالته والجهة مالته والجامعة مالته، يقول له معاوية رجل نشر الإسلام، معاوية كاتب الوحي، معاوية خال المؤمنين، معاوية كذا، قدموا له هذا. وعنده علي اللي تعرفه انت ويعرفه هو، انت مقدم له هذا، ما يقتنع انه
يجب أن هذا سيد، لا اثنيناتهم، هذا علي بن عم الرسول أبو زوج الزهراء ورجل من المسلمين الأوائل، وهذا هم مدخل المؤمنين وكذا وكذا. فما يقتنع أنت تسيء إليه، فشلون تحل المعادلة؟ أن تقدم علي فكر علي، تقول أنت بدون ما تقول له، هو راح يجي يقارن مين فلان، شنو معاويه، ايش قد بيش معاويه، يعني من جد قارن بفكر علي وبلهجة علي، راح تشوفه اوتوماتيكيا ينصاع لك ويبدا يقتنع بك، وبالتالي رويدا رويدا يبتعد عنا. لذلك تلاحظون الان اكو صحوه اخوان، صحوه مفرحه الان، العرب بداوا يقرون الكتب القديمه. صح العرب الان بداوا يقرؤون ابن تيميه اكثر، لان انا ابن تيميه منتشر وهو اساس كل شيء في العالم، لان يعني السعوديه دفعت وغيرها بقول محمد بن سلمان طبعا، مو انا، خطاب قال احنا نشرنا 10 ملايين دولار سنويا نشر المذهب الوهابي، كما قال هو بطلب من امريكا حتى نقاوم الاتحاد السوفيتي بافغانستان وندز متطرفين وهابين الى افغانستان حتى يطردون الروس وطردوهم. قال بس الان هذا اجبر يتوقف، هذا ابن سلمان يعني مو فالقصد منذ 78 العرب ما يقولون بس ابن تيميه. هسه الان تعالوا بجوامعنا، انت جوامعنا مو حنفيه، ما تلقى بس ابن تيميه لا يقرؤون اي شيء، ما يعرف اي شيء، هو اسمه حنفي، والله ابوي تزوج امي على المذهب الحنفي وانا تزوجت على المذهب الحنفي، وانت شنو انا حنفي، يا بشتعرف على ابو حنيفه، كل شيء بيعرف. بس الى عن ابن تيميه، قارب ابن تيميه. اغلب الشابات الطالبات اللي عندي من هذا اشوفهم قاريات ابن تيميه. يا انتم ليش، والله بالبيت عندنا وابويا وشنو هذا، زين مو حنفي انت، زين انتم قارين، لا احنا مو هابي احنا حنفيه، قارين لابو حنيفه؟ لا ما عندنا قارين، ما عندنا بالبيت. لكن عندكم مسائل الشرعيه والهذا عندما شو اسمه مال ابن تيميه منهاج السنه، هاي قاريه هذني متوفرات ومنتشرات وبلاش تعطوا هذا. ذلك العرب انقلبوا 180 درجه، صاروا وهابيه وصاروا متطرفين من 78 وهذا، وذلك صارت العشريه بالجزائر، الجزائريين راسا انتموا للوهابيه وقاموا يذبحون كل الناس، وبعدين بصعوبة جدا بعد 10 سنوات من الذبح والقتال ما بين الجيش وما بين المتطرفين شوية استقرت الجزائر، يعني تونس إلى حد ما، هذا ليبيا إلى حد الآن غير مستقرة، يعني هكذا يعني من 78 بدأت. لكن الآن بدأ المسلمين يقرؤون الكتب القديمة السنية، يعني البلاذري المسعودي الطبري، هذا ما قام يقرؤون بس ابن تيمية، من قام يقول المسعود والبلاذري والطبري شافوا اكو بها معلومات، هذا شنو معاويه، هذا شو مسوي، مروان الحكم شو مسوي، عمرو العاص شو مسوي، فبداوا يكتشفون حقائق. قالوا عاد شنو لازمها على الشيعه، هذول الشيعه يسبون الصحابه، شو كنت تسبين الصحابه الشيعه؟ الشيعه عندهم موقف من فلان وفلان وفلان، وهذا الماخوذ عندنا بكتبنا، بكتبنا موجود، معاويه كذا فعل، عمرو العاص كذا، مروان فعل كذا، يعني الناس مدى هذا. فبدت تصير الان اكو وعي، يعني هاي القدسيه لبعض الاشخاص بدت تنتزع الان، بدات المثقفين بداوا يكتبون، الناس بدت تكتب، الناس بدت تقرا. بس الزم لي ابن تيميه الناس راح تقرا، من تقرا او نلزم الفضائيات الشيعيه، خلينا من بعض الاشغال المتطرفه وركز لي على فكره ابو الحسن، ركز لي على فكرة أبو الحسن، راح تشوف بعد 20 سنة تنتهي الطائفية بالعالم الإسلامي، ما يتحول الشيعي إلى رافض ويجب أن يقتل وكذا، أخونا ومسلم وهذا ويحبوه وهذا، ويبدأون يقتنعون بأشياء كثيرة. إحنا ما نريدهم يصيرون شيعة، لا نريد يصير شيعة يصيرون. إحنا نريد الذبح ينتهي، إن نريد هذا التكفير ينتهي، الشيعة ما رايد الناس يصيرون شيعة، الشيعة رايدة بس الذبح يوقف عليها، يعني فقط لا تكفرون وانت رافضه والما ادري ايش والما ادري ايش والكفره والذيول والما ادري ايش، هاي بس هتتوقف، ما تريد تصير شيء تروح تصير.
عنك ما صارت شيء يعني. المهم مسلم محب لكل الطوائف، هو هذا المطلوب يعني. خلي تبقى سنة وشيعة وحنبلية ومالكية وحنفية، خلي تصير جميل حلو بس بدون تكفير. هذا هو الذي يبقي الإسلام. بعدين أما الزبد فيذهب جفان. بعدين الفكر، الفكر الإسلامي الأكثر اعتدالا والأكثر قربا هذا هو اللي ينتشر، لا بالسيف ينتشر ولا بالمال ولا بالشيء ولا هذا. بعدين بروزم الوهابية انتشرت بالمال وبالسيف أيضا، لكن هذا ينتهي. راح تشوفون بعد العشر سنوات القادمة الوهابية تضمحل كثيرا، تضمحل كثيرا، تبدأ عادة الطوائف تظهر من جديد، ناس قم تقرأ يعني. بعد يصير شيء من نوع من الاستقرار يعني، نوع من الهدوء. احنا نريد الاستقرار للمسلمين، احنا نريد ايقاف الذبح بين المسلمين. مو كل الان يحجون كل المسلمين يريد الوحدة الاسلامية وما يريد قتل، بس من يسمع شيعي هذا رافضي يجب ان يقتل. زين شلون الوحدة الاسلامية وشلون احنا نريد ماذا شنو وايقاف الدم وهذا رافضي يجب ان مكافر. زين شلون، شلون تكفرني وشلون ترفضني وتريد وحدة اسلامية؟ زين مو اني مسلم؟ لا انت مو مسلم. زين عاد شلون هذا؟ شنو هي؟ بس شعارات، هي اغاني؟ هذه ما تصير اخوان. ناخذها ببساطة، اطرحوا الفكر. يعني هذول اللي قاعدين بالمنابر ما عليهم شغلة بالفكر، بس قاعد يبتشي العالم. يريد خاتشية وجاسمية تبتشي وياخذ له تشفلس يحطها بجيبه ويروح. والبعض من يروح لبيروت راسه. اخوان هكذا ما راح نقضي على التطرف ولا نجعل الناس يؤمنون بفكر ابي الحسن. انا ما قلت تشيع، انا اقول فكر ابي الحسن. هذا الفكر الاسلامي. الناس الاسلام كله محتاج لابي الحسن، مش شيعه بس. كل الطوائف الاخرى محتاجين ابي الحسن. وابو الحسن مو مال الشيعه. ابو الحسن لكل المسلمين. وبالتالي انا اتمنى ان نساهم في مساعده اخوتنا المسلمين الحنفيه والحنبليه والشافعيه والمالكيه. خطيه ذولا. واحنا هم خطيه. شجاع فريش يعرفون انا ابو الحسن بس مسوي هلا طم وزنجيل وما ادري شنو هذا. شو مقدمين لعلي بن ابي طالب انتم؟ حتى هاي الفضائيات شو مقدمين لعلي بن ابي طالب انتم؟ فقط كان معاويه وعبد العاص كذا. يتكلمون عن اعداء علي اكثر ما يتكلم علي، يسبون اعداء علي اكثر ما يتكلم علي. لا اخوان مو هيك، هذه تزيد الضغينه. انت راسا تجي تسب واحد مقدس عنده، هذا يتحزم لك ويجيب لك يحط لك حزام ويجي ينسف نفسه. انت بدل ما تسب اعداء علي، لا بين من هو علي، راح ينتهي المقابل، ينتهي في نظر الاخر. الناس عطاشه، المسلمين اخوان بحاجه لعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب هو الحل. إذا ما تساعدوهم بأخذ علي بن أبي طالب حورب في زمن الأموي وزمن العباسي وزمن عثمان أيضا. هذا غير الآن أتباع علي يساعدون بالتقديم. لا تقدمون الشيعة، قدمون العامة، لأن مساكين دول الخطية المالكية والحنفية والحنبلية وغيرهم، دول مساكين محتاجين علي. علي نصف الدين أو أكثر. أنت من تحجب علي حجبت الموضع والحق والإيمان وكل شيء حجبته. فايش تتوقع أنت؟ ليش تحاسب الآخرين المالكية والشافعية وهذا؟ يقول يا أبا أنت ليش ماذا؟ هو ما يعرف شيء عن علي. يجب أن تساعد هذا من أجل الإسلام، من أجل الوحدة الإسلامية، من أجل القضاء على التطرف. هذا واجب المثقفين أخوان، المثقفين المتنورين. وانت بس تقول علي بن طالب يتهمونه بالطائفه، ان على الوالده اللي اتهمك بالطائفه، خلي يتهمك يا اخي. هسه اني هم تشكتب علي انت طائفي ويسبون ويشتمون، اوكي سبوا وشتموا. علي بن ابي طالب 90 سنه ينسب بالمنابر، انا احسن من علي بن ابي طالب؟ انا الرسول اتهموه بالمجنون ما شو، انا احسن من الرسول؟ خلي يسبون. لا مو احنا الجمهور ونريد هذا. شنو الجمهور انت؟ شنو الجمهور؟ انت يا اما عندك رساله، يا اما انت مراهق او واحد معقد تريد هيك الناس تعجب بيك وهذا. لا والله احجاب اعجاب خارج شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ما تقدر. لهذا على المثقفين ان يكتبون اخوان، ان يكتبون.
اي موعظة عن علي بن ابي طالب اطرحها، وخصوصا اكو صفحات عراقية منتشرة بالعالم العربي بتقول لك تبلع الآية معود خليها بعيد، العرب يحبوني من اكتب علي بن ابي طالب يروحون، خلي يروحون، ومن قال لك يروحون؟ لا لا خلي هيك بدها تجيني لايكات والسوء أن تحبني ومن اروح لبيروت سلمان علي ويجني وغيرها من القضايا. يا اخوان هذا مو رسالة، هاي اكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل هذه اللحظات من هذا السحر ومن السحر الأخير، باقي إلا سحر أو سحرين وبعد ذلك نزدل الستارة عن هذا الشهر العظيم الطيب، شهر الخير والكرمة والكرم والمغفرة، شهر مر علينا مرورا كريما، وشهر أعطانا الله فيه كثيرا، وشهر خسر فيه البعض أكثر لأنهم لم يواظبوا عليه ولم يستغلوا ما فيه من عطاء، يعني على أمل أنه في السنوات القادمة يحصلون على بعض من عطائه. ولا أظن من يفرط في هذا الشهر، لا أظن الكثير سيحصلون على هذا الشهر مرة أخرى في السنة القادمة، أذن سيفرط وغيرها، وبالتالي حتى يأتي الأجل وبالتالي يفقد تلك الفرصة ويقابل الله ويقول الله أعيدوني علي أعمل صالحا. يا أبو مرت عليك، أمرك عليك كم شهر وكم سنة وكم هذا، هاي راح تشوفها، أعيدوني علي أعمل صالحا، ماكو الآن. ولذلك يعني إن شاء الله الكثير استفادوا وأخذوا ونهلوا من خير رمضان. ونحن في هذه اللحظات نستذكر حكم الرسول وحكم الإمام علي عليه السلام. لذلك أنا دائما أقول أكثروا من الكلام عن حكم ومبادئ علي بن أبي طالب، فإنها الأدعى والأهم للعالم الإسلامي، فالعالم الإسلامي والطائف الأخرى عطاشة لفكر أبي الحسن، لأن فكر أبي الحسن هو القاعدة الوحيدة لضمان الإسلام. هو نحن كما قلت احنا الشيعة ما يعرفون، ما مجرد هاي عمرو بن عبد العابري وكذا ونام مكان الرسول وعنده سيف ذي الفقار، ايش تعرف عن ماذا؟ ماكو. فالفضائيات والمثقفين سووا أمية عن علي بن ابي طالب، والطوائف الاخرى بأمس الحاجة له، اتركوا سبوا وشتموا ومدري شنو واحكوا لي هذا وسووا، لا تحشوا عن اعداء الامام علي، احشوا عن الامام علي بالذات. سيموت اولئك الاعداء التافهين، منو فلان؟ منو معاوية؟ ومنو فلان؟ ركزوا على فكرة أبو الحسن. فواحدة من المقالات التي يعني الأشياء التي كتبتها في كتبي عن أبي الحسن هذه المقولة الرائعة: كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. سمحا مبذرا ومقترا، كن سامحا. طبعا السمح مو معناها متسامح، السمح يعني السلس بالعطاء، يعني كن سامحا ولا تكن مبذرا. يعني شنو سمح؟ يعني انت شغلات البسيطة، مثلا عائلتك اشترت شامية واشتروا مثلا فد شيء وقال لك فد شيء فوقها فد شيء فالنسبة ماشي وافق. شغلات مثلا اطفال عندهم حوج لبعض الشغلات البسيطه يعني تحتاجها نستلم ولا شنو، ماشي كن سمح بهذا العطاء. يعني بهذه الطريقه انت ستكسب ود الناس وتعيش الناس اللي معك ببحبوحه بسيطه مقبوله. ولا تكن مبذرا، يعني مو مثلا طفل قال لك اريد موبايل جيب له موبايل، مثلا اريد شاميه فتقول جيب قولتين شاميه، جيبوا قرقري جيبوا ايش، وبالاخير بعدين ايش راح تاكلون؟ يعني هذا تبذير. فالامام علي يقول يعني كن سمحا. المسائل البسيطه اللي هي فوق هذا 5% 10% اوكي، بس مو تبذر بحيث تبقى عائلتك وتبقى هذا. هذه ابو الحسن يقول لا، السماحه ضروريه، وهذه واحده من الاشياء التي أكد عليها أبو الحسن.
طبعا الحديث طويل والوقت خلص للأسف، يعني كنا نتمنى أن نكمل الحديث. إن شاء الله في اليوم القادم سنكمل هذا الحديث العلوي الجميل. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رقة حياتي.